دي كانت اخبارنا السريعه. كمان عندنا عناوين الصحف العالميه قالت ايه في المحترف. نبدا سريعا مع سبورت الاسبانيه. الحقيقه سلطت الضوء على فوز برشلونه على قادش بالدوري الاسباني، وكتبت بدري وتوريس يقودان برشلونه للفوز الاول، كما احتلت طبعا الصحيفه احتفلت الصحيفه بانجاز منتخب اسبانيا للسيدات بعد التتويج بالمونديال. دي كانت صحيفه في اسبانيا. نروح لجازيتا دي سبورت الايطاليه اللي يمكن كتبت على اليوفنتوس وقالت ان اليوفنتوس بيحقق انتصار عريض بثلاثيه، ومارتينيز يقود الانتر للفوز الاول بالدوري بالفوز الاول في الدوري، ووصفت الصحيفه اللاعب بالقائد الجديد. لسه في ايطاليا، كوريا دي سبورت الايطاليه كتبت انتر يسعى لحسم صفقه بافارد. بافارد طبعا لاعب البافاري بايرن ميونخ، خاصه ان بعض التقارير النهارده اشارت ان اللاعب رفض عرض من مانشستر يونايتد ويفضل الانتقال الى انتر ميلان. ركزت الصحيفه برضو على فوز اليوفنتوس على اودينيزي 3-1 في الدوري الايطالي. نروح لانجلترا، وجريده صن الانجليزيه اكدت ان مان يونايتد بيسعى للحصول على خدمات ماركو فيراني، لاعب طبعا ماركو فيراتي لاعب فريق باريس سان جيرمان. في حاله فشل الصفقه سيتم الانتقال الى سيفيان امرابط، طبعا ده لاعب المنتخب المغربي ولاعب فريق نادي فورنتينا الايطالي. سكاي سبورت الانجليزيه اكدت ان مانشستر سيتي بيسعى للحصول على خدمات جيرمي دوكو جناح رين الفرنسي زي ما قلت لحضراتكم، واكد الموقع ان امريك لابورت مدافع السيتي بدا او بات قريبا من الانتقال الى النصر السعودي بمبلغ 25 مليون جنيه استرليني. دي طبعا كانت اخبار الصحف العالميه، وزي ما بقول لحضراتكم دايما هتلاقي في الصحف العالميه خبر انتقال لاعب من البريمير ليج، لاعب كبير من البريمير ليج الى طبعا الدوري السعودي.